بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد حلقة مراجعة ليلة الامتحان التالتة، وفي حلقتين مهمين منشورين قبل كده على اليوتيوب، مراجعة ليلة الامتحان الأولى والتانية، رجاء المشاهدة عشان نستفيد بيهم. يلا، أول سؤال بيقول لي: أكمل ما يلي، مقياس الرسم مين إلى مين؟ ألاقي ولد يقول لي رسم إلى حقيقي، أقول له خلي الكلمتين دول وأنت بتحل مسألة، أمال ده هنا عايز القانون فلازم تهتم شوية، ما تقولش رسم إلى حقيقي، أمال نقول مين؟ نقول له كده يا ولاد: الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي، ده امتحان نصف العام، تكتب جملة مفيدة. طيب لو مقياس الرسم أقل من الواحد يدل على التصغير، أصغر صغر، لو مقياس الرسم أكبر من الواحد يدل على التكبير. مين اللي نقول عليه هو تساوي نسبيتين أو أكتر؟ أيوة، ده تعريف التناسب. اللي بعدها جميلة: النسبة الأولى بتساوي النسبة التانية، والراجل بيقول لك تقدر تقول لي الطرفين، تقدر تقول لي الوسطين، يقوم يجي ولد يقول ما تختار يا عم أي مقص يعجبك. لا غلط يا ولاد، الطرفان المقص اليمين ده، الوسطان اللي جاي من على إيدك الشمال ده. خلي بالك ممكن ولد يبدل وتروح الدرجة منه، مع إن الجنبين قد بعض، 4 في 10 بـ40، 5 في 8 بـ40، ولكن لازم نراعي الترتيب. الطرفان يمين يبقى الـ4 والـ10، الوسطين يبقى الـ8 والـ5، وبقول لك خلي بالك. طيب الـ3 أرباع عايزها في صورة عشرية سهلة، الـ3 أرباع 75 من 100، ده على صورة عشرية. طب لو ولد مش عارف يكتبها على الآلة ويدوس اس دي. طب لو عايز نفس الـ3 أرباع بعلامة في المية، يا يضرب في مية، يا شفت قوس يساوي يا همس، تبقى 75%. اللي بعده: وجه المكعب على شكل ايه؟ اقول له مربع. وجه متوازي المستطيلات على شكل ايه؟ اقول له على شكل مستطيل. النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني إيه؟ أقول له 100. أمال سموها نسبة مئوية ليه؟ عايزين المدى للقيم دي نكتب القانون: المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. طب بعد القانون الكبير 9 والصغير 3، ويبقى الفرق 6 بدون تمييز. دي بالصمت مكعب وعايزها باللتر، ننزل العدد زي ما هو. السنتي مكعب أصغر من اللتر يبقى على. طب اللتر كم سنتي مكعب؟ 1000، نحذف 3 أصفار مع 3 أصفار تبقى 5، يبقى الإجابة 5 لتر. المسألة الشهيرة في كتاب المدرسة: 1¾ لتر، الواحد نكتبه بعيد، والـ3 أرباع كم يا جماعة؟ 750 من اللتر. طب ليه؟ لأن اللتر ده 1000، اللتر 1000، والـ3 أرباع 750، يبقى 1750. سمع ولد بيقول: لا يا مستر، لا يا مستر، في غلطة. ايه هي يا حبيبي؟ قال لي: انت فاكر المسألة دي يا مستر حامد؟ قلت له: اه فاكرها. قال لي: كنت حضرتك بتكتب 175. الله الله الله، نقطة جميلة قوي يا جماعة، بالله لا تركزوا، هنا 1¾ وهنا 1¾، بعد ما تصلوا على النبي، هنا واحد عليه الصلاة والسلام، هنا واحد وعايزه في المية، الواحد بالنسبة المئوية بمية يا جماعة، الواحد بمية في المية، والـ3 أرباع 75 يبقى 175، يبقى الواحد بمية لو بعلبة في المية، لكن الواحد في اللتر بـ1000 والـ3 أرباع بـ750. شفت الفرق بين الاتنين دول؟ مهمين جدا جدا جدا، هام جدا الفرق بينهم. اللي بعده: 17 من 100 تبقى كم في المية؟ قول له باللسان: 17 من 100، 17 في المية، 17 إلى 100، 17 على 100، كل حروف الضر، من 100، في المية، إلى 100، على 100، حروف الضر كلها هي يمين يا رقية، ما عدا الباء والكاف. لو أنا ناسي ولا فاكر قولوا لي بقى أنتم. 4% من 200 متر تعمل بالمعدول، 4%، 4 على 100، ونضرب في 200،
صفرين مع صفرين، واربعة في اتنين بتمانية، والتمييز بالمتر. شوف الحتة دي حجم متوازي المستطيلات، ألاقي ولد يقول سهلة، الطول في العرض في الارتفاع، برغم إن القانون صح هياخد صفر. ليه؟ لأنه ما خدش باله إن عمه عايز مكانين. يعني ما نكتبش الطول في العرض في الارتفاع تبقى غلط يا حبيبي، عايز مكانين. طب إيه القانون أبو مكانين؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. خليك كيس فاطم، خليك نبيه، مكانين يبقى مساحة القاعدة في الارتفاع، 3 أماكن الطول في العرض في الارتفاع. الطول من البيانات إيه؟ أقول له الكمية، لأنه بيدل على أرقام. اللون المفضل من البيانات الإيه؟ الوصفية. شوفي الجميلة اللي جاية، مكعب حجمه 125، حجمه يبقى ده جده عبده. طب إزاي نجيب طول الحرف؟ نسأل نفسنا مين الرقم اللي يتضرب 3 مرات ب 125؟ كلنا عارفينه 5. طب لو ولد مش عارف يكتب على الآلة شفت جزر، شفت جزر، وبعدين 125 تقول له اتفضل يا باشا. طب جبنا طول الحرف اللي هو الحفيد. طب لو عايز بابا مساحة الوجه، الأب بعدين، 5 في 5 ب 25، متوازي أضلاع وإحدى زوايا قائمة، يبقى الولد الطيب، يبقى المستطيل. طول ضلع مربع إلى محيطه، الضلع بواحد والمحيط بأربعة يا ولاد. المدى لو علامة ناقص أقول له أيوة أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، ده لو ناقص. طب بص الجميلة دي، المدى وعلامة فيه، كل الناس عارفة دي وأغلب الناس مش عارفة دي. المدى لو بعلامة فيه، عدد المجموعات في طول المجموعة، تاني عدد المجموعات في طول المجموعة، وكل الكلام ده بالتفصيل في نسخة المراجعة النهائية. مركز المجموعة، بنطلع على الخط التقيل ونحو اليمين في النص، الحودة في النص دي معناها ايه؟ بداية المجموعة زائد نهاية المجموعة عال 2، اهو ده الحودة. مجموع قياس اي زاويتين متتاليتين من غير ما نفكر لازم يطلعوا 180. المكعب كام وجه؟ 6 أوجه و12 حرف و8 رؤوس. طب الكلام ده للمكعب بس ومتوازي المستطيلات. 1 ناقص 23%، تقوم همسة تغير الواحد وتخليه 100% ناقص 23%. ألاقي ولد بيكتب دول على الآلة، يا ابني اكتب بس المية بس والتلاتة وعشرين بس. طب والعلامة يا ابني هنحطها يا بابا، مالكش دعوة بيها. 100 ناقص 23 تبقى 77، وحط العلامة زي ما هي. اللي بعده، مكعب مجموع أطوال أحرفه كما حجمه، من أشهر مسائل الامتحانات. طالما قال مجموع أطوال أحرفه المستر بيقول إيه؟ فاكر أغنية كان في واحدة ست عندها 12 بنت، في يوم قالوا لها يا ماما، عارفين دي؟ أيوة، ما دام 12 بنت يبقى أنا لازم أجيب طول البنت الواحدة، أقصد طول الحرف الواحد. طب نجيبه إزاي؟ ناخد ال 84 ونقسمها على ال 12. طب ليه 12؟ لأن المكعب عنده 12 حرف، يطلع 7 سنتي. كده جبت طول الحرف، نقدر نشوط في الجون. أيوة بقى، الضرب الجزاء، الحجم بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه. طب الحرف طالع بكام؟ لسه طالع طازة بسبعة، 7 في 7 في 7 حفظناها من الجدول، 343. طب شوف الجميلة دي، متوازي حجمه كذا وطوله كذا وارتفاعه كذا وعمه عايز العرض، نشطب كلمة فما ونكتب العنوان العرض بيساوي. لازم أكون حافظ القوانين، مين الفتوة اللي بيقعد في الريسبشن؟ الحجم. ومين إخوات العرض الغلابة؟ الطول في الارتفاع، يقعدوا تحت يا ولاد. أهو نشد إشارة الكسر، الحجم 400 وهنا 10 في 8، هتطلع الإجابة 5، والعرض بالسنتي سادة. اللي بعدها، على مقياس الرسم، وإدالك مقياس الرسم، مادام بحل مسألة يبقى نكتب رسم إلى حقيقي. طيب الأرقام هنا 1 وهنا 400 ألف، جميل. طيب الطول على الخريطة يبقى بيتهم هنا في الرسم يا ولاد، وهنا علامة استفهام، ونجيب الناقص بطريقة المقص. طب العنوان يبقى اسمه ايه؟
الطول الحقيقي، ونشد شرطة كسر. المقص المليان السبعة في الربعمية ألف، واللي مالوش زميل الواحد. الولد المستعجل يكتبه في النص، الولد الشاطر يحطه تحت الأربعة، زميله يقول لي خيه دي شكلها وحش، نقول له مالكش دعوة احنا قاصدين، احنا متعمدين. طب ليه؟ علشان يفكرنا بالهدايا. طب المسألة بتتكلم على مين؟ طول حقيقي بين بلدين وبالكيلو، يبقى نحط هدية. خمسة أصفار، خمسة مع خمسة، سبعة في أربعة ب 28. طب ولد بيقول لي بتلخبط في التمييز، أقول له حرام عليك تتلخبط، يقول لي ليه؟ أقول له ده مستر حامد قايل لك كنز. إيه هو؟ أنت اديت هدية كام صفر؟ يقول لي خمسة، أقول له يبقى كيلو يا حبيبي. طب لو اديت هدية صفرين يبقى متر، طب لو اديت هدية زيرو يبقى ملي. طب حاجة تانية، عمو بيقول لك هات الطول الحقيقي بالكيلو متر يا ولد. شفت الجمال؟ اللي بعدها مهمة جدا يا جماعة. اشترى رجل السيارة بالفلوس دي وصرف عليها الفلوس دي، امسك حرام، استنى. صرف واشترى، اشترى وصرف، يبقى نجمعهم سوا. امال يعني الفلوس دي سرقها؟ ما هي من عنده تعب بيها. يبقى هنعمل ايه العنوان؟ ثمن الشراء والمصاريف يا عبد اللطيف. نجمع مين؟ ال45 ألف زائد ال5 آلاف يا ولاد، هيطلع الإجابة 50 ألف. سهلة يا مستر ما تزعلش. أمال هتزعل إمتى يا مستر حامد؟ هزعل لو ما عملتش اللي أنا هقول لك عليه دلوقتي. إيه هو؟ ولد بعد ما جمع قال يا دي المصيبة، في إيه يا حبيبي؟ يقول لي المسألة اتملت أعداد، 45 ألف، 5 آلاف، باعها ب 55 ألف، اللي أنا جمعته 50 ألف. قلت له ما انا قلت لك هريحك، بس انت اللي تعب نفسك. هنعمل ايه يا مستر؟ اللي انت جمعتهم اتلغوا خلاص، باي باي، الغيهم، اكسو بره المساله خالص. يبقى العددين اللي انا جمعتهم باي باي، شكرا، ثانك يو. اصبح معكش غير عددين عايزك تركز فيهم، ادي ال1 وادي ال2. اصبح الراجل شاري بكام؟ ب 50 ألف. باع بكام؟ ب 55 ألف. ما شاء الله ده كسب. طالما كسب نجيب مين يا جماعة؟ المكسب. أطرح ال55 ألف ناقص ال50 ألف. جميل جميل، اللي أنا قلت لك ركز معاهم. يبقى الراجل ده كسب في العربية كام؟ 5 آلاف جنيه. طب الراجل عايز النسبة المئوية للمكسب، يبقى نكتب العنوان النسبة المئوية للمكسب شرطة كسر، المكسب على الشراء في 100%. بس مش الشراء العادي، أمال الشراء والمصاريف. يلا نحل بقى، يلا نحل. فين المكسب؟ المكسب اللي طلع 5 آلاف. طب فين الشراء؟ ال50 ألف. طب وال45 ألف اتلغت يا حبيبي، ونضرب في 100%، هتطلع الإجابة 10 ونحط علامة في 100. مسألة مهمة اللي بعدها، المسألة دي ما بتجيش في الامتحانات، لو جت ما تجيش إلا في محافظة الدقهلية بس. اشمعنى؟ لان دي اصعب محافظات جمهوريه مصر العربيه، ولكن انا حطيتها ليه في الحلقه؟ علشان بنتي جميله عزيزه عليا اسمها رقيه طلبتها مني، فقلت والله ما زعلها احطها في التسجيل. مساله ايه دي؟ السمك، حوض لاسماك الزينه يا رقيه يا جميله، مكعب الشكل واللغطه. يعني ايه لغطه؟ يعني الحوض متقفل تماما، كله ازاز في ازاز. وجبت لك صورة أهو من جوجل علشان نشرح عليها، حوض إزازي، حوض زجاجي، كل أوجهه متقفلة، طول حرفه من جوه 35، والسمك بتاع الإزاز يعني تخن الإزاز. شايفين الكوب ده أو الحوض ده؟ شايفين الحتة اللي أنا ماشي عليها بظللها دي؟ أهي أهي أهو ده السمك يا أولاد، ده تخن الإزاز. إزاز إيه؟ سميك، أهو زي ما أنتوا شايفين. تخنه قد إيه؟ 5 من 10 سنتي. والراجل عايز حجم الزجاج بس. وانا بشرح السؤال ده في درس حجم المكعب، كنت اقول للولاد ايه؟ اول ما تلاقي كلمه سمك بالضمه مش سمك، سمك الزجاج، اكتبه. يبقى انا هكتب كده السمك 5 من 10، اكتبها واجي جنبها اعمل فاصله واجيب ضعف السمك. ضعف السمك يعني ايه ضعف يا جماعه؟ يعني نضربه في 2. فالمستر ضربها في 2 بقى 1 سنتي. يجي ولد يقول لك لحد كده سهل يا مستر، حضرتك نقلت لي من المسألة وضربتها في 2، بس ممكن حضرتك تفهمني انت ليه ضربتها في 2؟ اقول له جميل قوي، تعالى يا مستر حامد لو ماشي كده يا جماعة، لو انا ماشي كده وافترضت ان ده الطول،
مش بتلاقي سمك ازاز هنا؟ اه. وبتلاقي سمك ازاز هنا؟ اه. يبقى السمك في الطول كم مره؟ مرتين، عشان كده ضربته في اتنين. طب لو انا ماشي كده، لو انا ماشي كده 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 اهو، هتلاقي ازازه يمين وازازه شمال، يبقى السمك ده بنص سنتي والسمك ده بنص سنتي، يبقى برضه السمك اتكرر مرتين. طب لو ماشي علو، العلو الارتفاع، هتلاقي سمك من هنا وتلاقي سمك من هنا، يبقى اصبح السمك مكرر مرتين في الطول وفي العرض والارتفاع، علشان كده المستر جاب ضعف السمك. خلاص خلي بالك، يلا ركز عشان مش هنعيدها تاني، دي بتطلع الروح في الشرح. طيب المستر عايز مين؟ حجم الازاز ذاته. عشان نجيب حجم الازاز لازم اجيب ايه؟ بصوا لي يا حبايبي، اجيب الحجم الخارجي اللي من بره، واجيب الحجم الداخلي اللي من جوه، وعلشان تجيب الازاز نفسه حجم الزجاج نطرح الحجمين من بعض. اطرح ايه؟ الحجمين من بعض، اطرح الحجم ده والحجم ده من بعض. تمام يا حبايبي؟ تمام. طيب مين اللي ابدا بيه الاول؟ مين اللي ابدا بيه الاول؟ اللي ابدا بيه الاول الحجم الداخلي. اشمعنى؟ لان طول الحرف من الداخل موجود، طول الحرف من جوه موجود، يبقى نبدا فيه. طب اجيبه ازاي؟ طول الحرف في نفسه في نفسه، يبقى 35 في 35 في 35، وتطلع الاجابه بالسنت مكعب. ده الحجم الداخلي السهل. طب الحجم الخارجي؟ ما هو زيه يا مستر حامد. لا مش زيه يا حبيبي، ده اكبر. طب اكبر ازاي؟ مش انا قايل لك ال 35 اللي من جوه دي هتزيد نص سنتي من هنا ونص سنتي من هنا؟ اه، يعني تزيد واحد نزوده على ال 35 يبقى 36، ونفس الكلام للعرض 36، ونفس الكلام للارتفاع 36، يبقى المستر زود الواحد ده ثلاث مرات، ونطلع الاجابه، اضربهم بالاله، بقى معاك اجابتين. ازاي نجيب حجم الزجاج؟ نطرح الناتج الخارجي ناقص الناتج الداخلي، يبقى حجم الزجاج نجيبه ازاي؟ الحجم الخارجي ناقص الحجم الداخلي، ونطرحهم كأرقام ونطلع التمييز سنتي مكعب. تمام يا ولاد؟ يبقى المستر زود على دي واحد وعلى دي واحد وعلى دي واحد. طب ليه؟ لأني له غطا، الإزاز موجود مرتين في الطول وفي العرض والارتفاع. جملة صغيرة كمان عشان أخلص ضميري قدام ربنا، افرض إن قال لك بدون غطا، هو هنا قال له غطا يا سندي. طب لو قال بدون غطا هتحلي نفس الحل ده يا مستر؟ هحل نفس الحل ده مع تغيير بسيط. ايه هو؟ كلنا عارفين حوض المخلل بتاع الست اللي بتبيع المخلل. اه. كلنا عارفين حوض السمك. اه. اما اجي احط له اكل لازم افتح فتحه احط له اكل. حوض المخلل لازم الست تحط ايديها من فوق عشان تبيع، وبتحط شاشه عشان الذباب. لكنه بدون غطا، افرض يا مستر حامد كان قال بدون غطا، كنت هتعمل نفس الخطوات؟ اه، ما عدا حاجه واحده بس. ايه هي؟ كنت هعمل 35 في 35 في 35 عادي. طب لما اجي لدي ازود واحد وتبقى 36، وهزود سمكين وتبقى 36، لكن كنت هاجي في الارتفاع وازود على ال 35 نص بس يا رقيه، تبقى هنا بدل دي 35 ونص. ليه؟ لان النص بتاع الازازه اللي من فوق متشال، النص سنتي اللي فوق مش موجود، يبقى 35 ونص في الحته دي. يبقى لازم لو جت اركز بغطا يبقى زود واحد واحد واحد، ضعف سمك ضعف سمك ضعف سمك. طب بدون غطا زود في الاخيره سمك واحد بنص. اللهم بلغت اللهم فاشهد. اللي بعدها، صبينا الكميه دي من الميه في اناء متوازي، ابعاده من الداخل كذا وكذا وكذا، دي من المسائل المهمه. تمام. فما حجم الماء اللازم اضافته لكي يمتلئ الحوض؟ تمام يا اولاد. طيب اسمحوا لي في المساله دي اضيف سؤال دايما يجي مش مكتوب هنا، ساعات يقول لك اوجد الارتفاع. اوجد مين؟ ارتفاع الماء. اوجد ارتفاع الماء نجيبه ازاي؟ انا ضايف السؤال اهو. ارتفاع الماء بيساوي، نكتب قانون الارتفاع، الحجم على الطول في العرض
طب والطول بالعرض موجودين؟ ايوه. طب والحجم اللي هو مقاس الميه اهو. طب والطول والعرض اول زبونين 35 في 20 هيطلع لك 12 سنتي. ماشي ماشي، انا ضفت السؤال ده على المساله لانها جايه سؤال واحد. طب اوجد حجم الماء اللازم اضافته لكي يمتلئ الاناء. ده بيسال على الحته الفاضيه، والحته الفاضيه المستر سماها لك الفراغ. طب علشان نجيب حجم الفراغ نجيبه ازاي؟ اتعلموا يا ولاد. حجم الفراغ نجيبه ازاي؟ نجيبه الاول، نجيب حجم الاناء. نجيب الاول حجم مين؟ الاناء كله، وننقص منه حجم الميه. طب حجم الاناء نجيبه ازاي مستر حامد؟ نفتح قوس كبير ونضرب الثلاث ابعاد، الطول في العرض في الارتفاع، 35 في 20 في 45. الثلاثه دول لو اتضربوا سوا يبقى حجم الاناء. طب اشكال منهم مقاس الميه، مقاس الميه اللي هي 8400 يا ولاد، يدي لك حجم الفراغ. الحته الفاضيه هتطلع 23100 سنتيمتر مكعب، ودي من المسائل المهمه جدا جدا، وموجوده في الامثله المحلوله وفي تدريبات الدروس. تعال مع بعض الاخر مساله معانا. باع تاجر البضاعه بالمبلغ ده وكان تلف جزء منها بخساره 10%. شرف طلبه، شفنا كلمه خساره، يبقى نعمل مرايه الخساره يا ولاد. مرايه الخساره ازاي؟ شراء خساره بيع، نوزع السطر الاولاني محجوز لعلامه في الميه محجوز للنسبه المئويه، هنا 100 هنا 10 ونطرح عشان بخساره تبقى 90. طب اودي الفلوس دي فين يا راجل؟ ده بيقول لك باع، يبقى الفلوس دي فين؟ عند البيع يا جماعه. طب عايز دليل تاني، بيقول لك فما ثمن الشراء، يبقى علامه الاستفهام عند الشراء، ونعمل طريقه المقص والعنوان يبقى اسمه ثمن الشراء من عند علامه الاستفهام، شرط الكسر. المقص المليان 6300 نضربه في 100 وتحت 90 هتطلع الإجابة 7000، وبدام 8 يبقى جنيه وليست نسبة مئوية. الحمد لله يا رب العالمين. كده خلصت حلقة مراجعة ليلة الامتحان الثالثة، معاك ذخيرة من الشرايح ومن الأسئلة ومن الفيديوهات، والله ما هتحتاج لحاجة بعد كده. يا رب تكون الأسئلة سهلة ومفهومة بإذن الله يا ولاد.